السلام عليكم. مباراة انتر ميلان الايطالي وايسي ميلان الايطالي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري ابطال اوروبا موسم 2022-2023. ينتظر عشاق ومحبين كرة القدم احداث ديربي ميلانو، ديربي حماسي، ديربي قوي بين فريق انتر ميلان الايطالي وايسي ميلان الايطالي في دور الذهاب من دوري ابطال اوروبا. مباراة كانت غايبة بقالها مدة طويلة جدا، بقالها سنين ما شفناش مباراة في أبطال أوروبا أو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من فريق موجود فيها متواجد فيها فريق إيطالي أو من الدوري الإيطالي. مباراة حماسية جدا جدا جدا، تقام المباراة على ملعب سان سيرو الإيطالي في مدينة ميلانو، في مدينة ميلانو حيث يستضيف إيسي ميلان الضيف الإنتر ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء 10/5/2023 لمواجهة دور الذهاب في دوري أبطال أوروبا. مباراة كما قلنا مباراة بقالها مدة طويلة جدا ما شفناهاش، منتظرة بقالها وقت طويل جدا، جماهير منتظرة مباراة بقالها زمن، لاعبين منتظرين مباراة بقالهم زمن، إدارة مستنية المباراة بقالها زمن. مباراة عظيمة، الجميع النهاردة الفرقتين بيلعبوا بشعار لازم حد، طبعا هو لازم النهائي بتاع دوري ابطال اوروبا يكون متواجد فيه فرقه من الدوري الايطالي، لان النصف النهائي بيتلعب هو النهارده باذن الله هيكون اي سي ميلان وانتر ميلان، واي سي ميلان ايطالي وانتر ميلان ايطالي. ففي حاله فوز اي سي ميلان الايطالي او انتر ميلان الايطالي فالفريق اللي يصعد منهم للنهائي فيكون متواجد في النهائي باذن الله تعالى، يكون متواجد فريق ايطالي. اما عن مباراه السيتي بالامس وريال مدريد فانتهت 1-1 زي ما اتفرجنا على الماتش طبعا، والمباراة كانت حماسية وبس الماتش خلص 1-1 على ملعب سانتياغو برنابيو اللي هو ملعب ريال مدريد. فخلينا ما نخشش في تفاصيل المباراة بتاع امبارح ونخلينا في تفاصيل المباراة بتاع النهاردة. فكده بإذن الله برضو لسه منتظرين دور الإياب من ماتش ريال مدريد والسيتي، وهنشوف الفرقة اللي هتصعد منهم بإذن الله إلى النهائي، وهنشوف الفرقة اللي هتصعد من ماتش النهاردة بتاع إيسي ميلان وإنتر ميلان. وكده هيكون النهائي مثلا هيكون مثلا بين ريال مدريد وإيسي ميلان، أو بين ريال مدريد وإنتر ميلان، او بين السيتي وايسي ميلان، او بين السيتي وانتر ميلان. فيعني ان شاء الله باذن الله يكون النهائي متواجد فيه فرقه ايطاليه، فدي حاجه عظيمه جدا ما حصلتش تقريبا بقالها داخله في 13 سنه ما حصلتش في تاريخ الدوري الايطالي ان فرقه توصل لنصف النهائي او للنهائي. فحاجه عظيمه جدا، ماتش هيكون حماسي جدا جدا جدا. طبعا الفرقتين كالعاده وزي ما شفنا في مباراه ريال مدريد برضو امبارح كانوا بادئين بتشكيلتين قويتين جدا، فهنعرض مع بعض، تعالوا نعرض مع بعضينا التشكيلتين بتوع الفريق. اونانا، دارميان، أتشيربي، باستوني، بروزوفيتش، هاكان، شالهونغلو، باريلا، ديماركو، ديميفريس، ديغوكو، مارتينيز. في حراسة المرمى ميجنان، في الدفاع هرنانديز، توموري، كالولو، دافيد. في خط الوسط إسماعيل بن ناصر، تونالي، كورونتيش. في هجوم إبراهيم دياز، جيرو، سايلا مايكريز. اما عن موعد مباراه ايسي ميلان الايطالي وانتر ميلان الايطالي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري ابطال اوروبا لموسم 2022-2023، فالمباراه تكون اليوم الاربعاء 10 مايو او 10/5/2023. مباراه قويه جدا جدا جدا، المباراه بتوقيت العاشره مساء بتوقيت مصر والعاشره مساء بتوقيت السعوديه. القنوات الناقله لمباراه ايسي ميلان الايطالي وانتر ميلان الايطالي في ذهاب دور النصف النهائي من دوري ابطال اوروبا لموسم 2022-2023 تقرر قنوات بين سبورتس الرياضيه ان اذاعه المباريات، فهي معها ترخيص بدون حقوق لاذاعه جميع المباريات العربيه وجميع مباريات دوري ابطال اوروبا. اما عن معلق مباراه ايسي ميلان الايطالي وانتر ميلان الايطالي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري ابطال اوروبا موسم 2022-2023 هيكون معلق المباراه حفيظ دراجي. قررت قنوات بين سبورتس واكدت ان معلق المباراه سيكون حفيظ دراجي، المعلق الكبير، المعلق المحترف، المعلق المبدع. طبعا حفيظ دراجي معلق كبير جدا جدا جدا، ومعظم الناس في العالم بتحب تسمع حفيظ دراجي. وبس كده كنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. ما تنساش قبل ما نطلع من الفيديو تعمل الفيديو بلايك وشير وكومنت وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس وتصلي على الرسول وتذكر ربنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.